أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى موضوع آخر. تجارب لشاب سعودي يخوضها ويشارك فيها يوتيوب أيضا المشتركين ويشاركهم بهذه التجربة. فيها يظهر أحيانا موظفا في فندق أو عاملا في أحد متاجر التجزئة أو في محلات الاتصالات أو في غيرها من هذه التجارب، مع معرفا بهذه المهام المختلفة للعاملين في هذه الوظائف. أما هذه التجارب المصورة فيشاركها الشاب السعودي هيثم عبر حسابه على مواقع التواصل وقناته على يوتيوب. واللافت أن هذه التجارب الكبيرة تجد صدى أيضا كبير، فلنتابع. اليوم نبي نجرب معاكم شغل التطبيقات والمتاجر الإلكترونية. تنظيف الغرف، أعوذ بالله، مو بصاحي ذا الشيء، إيش كان يسوي أمس؟ يا فتاح يا عليم، هذا عميل الحين طلب أوبر من برج تمكين، بروح آخذه وبشوف وين بيروح. إذا سويت الطلب وخلص يجي طلبك هنا، ثم تسوي طباعة على الطلب. هذه الورقة اللي طبعناها فيها خريطة حقت مكان السلعة داخل المستودع. الله شكل ذا العطور. هذه الشاشة حقت التحكم، طبعا هذه الشاشة ما تطلع إلا بس للمدراء اللي شغالين على الموقع. كل العمليات هذه هي اللي تصير وراء التطبيق. هذا اللي شفناه قبل شوي هو للأندرويد، الآيفون نفس الشيء تقريبا. ثانية شركات لا أوبر فاين. في الاستوديو رحب بالشاب السعودي هيثم صاحب التجارب التي يوثقها عبر قناته على اليوتيوب. أهلا بك. على ما يبدو أن اليوم تأخذ فكرة وأيضا ممكن أنك تجرب وظيفة المذيع معنا، فأهلا بك. ليش لا، كل شيء جايز. طيب، فكرة هذه التجارب، يعني دائما يمكن نسمع في سوق العمل أن الشاب السعودي متخاذل لا يبحث عن الوظائف الحقيقية، ولكن عندما تنقل كهذه التجارب إذن الشاب السعودي متواجد في سوق العمل، فما هي غايتك وما هو هدفك من هذه التجارب هيثم؟ هو التجارب بس بشكل عام هي عبارة عن مجموعة فيديوهات تحاكي تجارب وظيفية في كثير من القطاعات. يعني جزأتها لثلاث محاور. في تجارب وظيفية، يعني أنا أدخل مثلا الشركة لجهة معينة وأستهدف وظائف وأمارس التجربة في الوظيفة المعينة، وطبعا تكون مصورة أعمل عليها أداة بسيط وتنزل على اليوتيوب. هذا المحور الأول. المحور الثاني اللي هي تجارب المشاريع الصغيرة، مثلا فود تراك، مثلا أحد يفتح محل اتصالات. أبين للشباب وش الخبايا وراء هذا البزنس، وش آليته، وش التراخيص اللازمة، وش المصادر الدخل، وش الصعوبات والتحديات، اللي يواجهها. المحور الثالث في تجارب هيثم اللي هو تجارب الأعمال المهنية. طبعاً هذا إلا ما بعد جاء، بس بينزل إن شاء الله في التجربة التاسعة. بتكون مثلاً تجربتي كنجار، تجربتي كجزار، تجربتي كمثلاً سباك، كحداد. يعني في النهاية العمل مو عيب، ولا في صنعة اسمها مثلا عيب ولا صعب انه انا اشتغل. بس لما جتك هذه الفكرة وش اللي كنت تهدف لها هيثم؟ يعني اللي تتضح الصورة، هل لأن فكرة جديدة غير مطروحة على اليوتيوب فقلت يلا ممكن فيها فايدة وعدد مشاهدات، ولا فعلا يمثل شيء في داخل هيثم يبغى يوصله؟ هو شوفي، طبعا بداية التجارب كانت من تجربتي، خلينا نقول كساق في واحدة من تطبيقات توجيه المركبات اللي هو أوبر. عملت التجربة، أنا كان هدفي في البداية كان خلينا نقول بزنس، أبي أشوف وش الدخل اللي قاعد يصير. لما شفت قلت ليه الشباب غايبين عن هذا الشيء؟ صلحت التجربة وصورتها ونزلتها. حتى الكواليتي اللي صورت فيها أوبر كانت أقل جودة من باقي التجارب. التجربة الأولى والثانية كانت على سناب شات، أنا عندي على حركة بسيطة على سناب، فجمعت ستوري ونزلت على يوتيوب، فشفت فيه تفاعل، صار فيه تواصل مثلا مع الإدارة في أوبر إنه هيثم إيش سويت؟ وقاعد أشوف الحمد لله التأثير اللي صار. الان اي اوبر ادخله اركبه اجربه في مثلا في الرياض، في اي مكان داخل السعوديه، هيثم كيف الحال، شلونك، الله يعطيك العافيه. حلو. شعور جميل دفعني اني افكر اني اصلح تجربه ثانيه. طيب بشكل سريع، هذه التجربه الشبه ناجحه لانها لقت قبول، لوين حيوصل فيها هيثم؟ هل في شركات مثلا هم يستدعونك لتوضيح الصوره او تجميل الصوره للعامل السعودي، ولا هيثم هو اللي يروح ويختار ويحاول انه يتواصل؟ فالصعوبات والمستقبل. طيب، هو بجاوبك على السؤال، بس في نقطه اللي هي الهدف من هذه التجارب. هدف التجارب طبعا في رسالتين اساسيه بوجهها. الاولى ان القطاع الخاص التفتوا للشباب السعودي، ترى فعلا كفو وعندهم قدرة وقابلية للعمل، بس أعطوهم فرصة. لا تقول الله السعودي ما يشتغل ولا ما أدري إيش وكذا، لا، السعودي ممكن يشتغل، السعودية ممكن تشتغل وتعطي أداء جميل وباهر، لكن أعطوهم فرصة. طيب، والصعوبات والمستقبل هيثم بشكل سريع، معنا دقيقة. معنا دقيقة، فعليا معنا دقيقة. طيب. الأهداف اللي قاعد تصير إن شاء الله، طبعا فيه سلسلة تجارب هي مجدولة، تقريبا كل أسبوعين تنزل تجربة إلى ثلاثة أسابيع.
الشركات لا، في شركات طبعا يصير بينهم تواصل، هم يعني يجي منهم مبادرة، وفي بعض الشركات لا، إذا أنا شفت فعلا عندهم كمية أو وفرة من الوظائف الموجودة أنا يصير مني زمان مبادرة أتواصل معهم إنه لا حابين نعمل عندكم تجربة للوظائف. طيب تجربة عشان نختم، أنا بدل ما أشكرك أنت ودع الجمهور بطريقتك ونشكر تواجدك. أنا أقول الله يعطيكم العافية، بيصير إن شاء الله تجارب كثير في الفترات الجاية، تابعوا تجارب هيثم وإن شاء الله شوفوا اللي يسركم. إذن نرحب بالشاب ونشكرك هيثم صاحب التجارب التي وثقها عبر قناتي في يوتيوب. شكرا لك، الله يعطيك العافية.